السلام عليكم حبيبات قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا مهنين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نحكيو نصلوا كامله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات، اليوم جيت نحكي على تحضيرات رمضان، واش الحاجات اللي لازم نحضروهم. مازال شويه على رمضان، لكن الامور اللي ماذا بينا نديروهم قبل رمضان اننا نبداو نفرزوا الحاله ديالنا، نبداو ننظموا لي بلاكار تاعنا، نبداو ننظفوا شوكة بشوكة. كاين بزاف معايا امهات عندهم دراري صحه قليله، نفسه مجموعه كبيره، وراني يعني نهضر معاهم هما. علاش؟ بيسك ما يقدروش مثلا 15 يوم قبل رمضان دير نيتواياج تاع دارها كامله. حنا رمضان من عاده والعوايد نقابلوه بالنظافه، نقابلوه بفال بفال فال مليح، وفال النظافه ونقى، والحاله تكون مفحفحه، وكما قال الاخر مخرجين ما عندنا الشابين باش نحطوا طابله شابه، نقولوا نخرجوا معنا الشابين. ماشي معناتها انت ما في يدكش وتروحي تكلفي روحك تشي طباسه جدد، لا لا، ان شاء الله تستعملي طباسك اللي عندك. بون، يقولوا ناس زمان اللي في يدو كل يوم عيدو، هذاك واش حنا واش نقولوا لهم؟ بالصحه ولهنا وشرو وبصحتكم. بصح هنا راني نحكي عن الناس اللي الله غالب قيسها قيس روحها، راجلها خدام حزام ولا هي خدامه حزام، يعني كاين غير هذيك الشهريه محانه وتقعد. بيان سور واحد الحركه خرجت انا وعجوزتي البنات باش عجوزتي تشري طاجين تاع المطلع، بلاتيك شفت واحد الحركه يا البنات، انا يقول لك ما عنه والله صدقوني ما جاتنيش في بالي رمضان. فك درت له السي، قلت لها يا واش كاين اش يشوف المعنى هكذا؟ قالت لي بو عليك رمضان. ايه، قلت لهم بالصحه ولهنا في قلبي والله غير بالصحه ولهنا، لكن واش تغيضك؟ هذيك اللي تلقايها مسكينه غيدو شباب ما عندهاش في دارها، ولا زربيه عندها 17 سنه ما بدلتش الزربيه ديالها، وهي مسكينه وين يجي رمضان تخرج مسكينه باش نحي على خاطرها هذوك الدراهمات اللي يكونوا عندها في البورتموني تحطهم في طباسه، ومن بعد هذيك تحلي البلاكار ديالها تلقايها شي صفر شي حمر شي زرق، وهادو هما التزلبيحات اللي صراو لنا. مع انه اي وحده شرات كاش حاجه ونقولها بصحيحتك تاكلي فيهم بالصحه ولهنا، وكما قال الاخر ان شاء الله تشري وتزيدي ان شاء الله، وكما قال الاخر في حياتك وحياه اللي عزاز عليك. لكن هنا راني نهضر على الناس اللي الله غالب يا حليل سكيفي ما ضيقي خاطرك، ما تقولي الناس شرات، ماشي كامله الناس راهي تشري، كاين اللي يشري بصحته وكاين اللي الله غالب عليه كيما انتيا هكذا. خرجي معناتك نظفيهم، بداي نقي، ديجا غير تبداي تنقي في دارك وتفحفحيها، وهذوك تعود ريحه النظافه ريحه تفحفيه ريحه الفريز، تفتحي داك البلاكار الله الله مستف كل حاجه في بلاصتها، ولا عندك كاش حاجه مشقه وكاش قربج غمضي عينك يلاه حاشاك لا بوبال، خلي بلاكاراتك منظمين، خلي دنيتك منظمه خزاينك. هذا هو الشيء اللي نوجدوه ان شاء الله رمضان، وانا ان شاء الله باذن الله انا حنبدا. اول حاجه نبدا هي الغوله، راكو تعرفوا شنو هي الغوله؟ الكوزينه يا اخي، الكوزينه عندي تاني كان تاني الكرابوج باش نبدا نفرز وننظم. على بالكم كيكونوا الدوزان وليسباس يكون صغير معناتها كاين الخدمه، ماشي اللي كيما عندها بلاكاراتها فارغين كيما اللي عندها بلاكاراتها معمرين يا اخي. المهم هذه هي البنات سكيفي، نديروا ان بروغرام برنامج نبداو كيما حبيتو. انا راح نشارك معكم في لي روتين تاعي، نشارك معكم كيفاش راح نبدا الفريز. قبل ما نبدا ننظف نفرز قبل، من بعد الحاجه اللي ما وليتش نسحقها مثلا، ولا عندي حاجه مثلا زوج صفايات كيما شوفوا دركا، نعطيكم انسات ليكزامبل. انا هذه صفايه اللي تعرفوها كامله، شوفوا كيفاش تشقت، مازال هاد الصفيه تخي بيان بصح شوفوا كيفاش تشقت. ها وليك البنات ديرنيير، ما عنديش بزاف، شريت هذه هايليك هادي. انا هنا باسكو انا صاحبه قناه، انا بالنسبه ليا غير لائق اني نقابل المشتركات تاعي والناس اللي تبع فيا ب يعني هكا بصفايه مشقوقه. بصح يعني لو كان جيت انسانه يعني ما عنديش، علاش هادي مازالها مازالها لاباس بها، هذيك شويه هنا راحت فيها، حاول ماما غير يسقمها لي. المهم هادي انا دوكاتيك نحيها بعدها نطريق خلاص، بيسك عندي صفايه خلاص، عندي الصغيره عندي الكبيره سي بون، لو كان يخرجوش يخرج في السوق ما نشوفش فيه يا خي البنات. يعني اللي نعطيكم امثله بسيطه من ارض الواقع. اما لاتيك واش حبي يقول؟ نبداو ننظمو في البيت ديالنا من دركا، معلاش باش ما نقعدوش نفارسيو على روحنا ونبداو نهلكو في صحتنا ونجبدو كلش ونحصلو فيه، ومن بعد كيجي رمضان يلقانا كاع ميتين فاشلين مع هذيك اللقمه. وتعرفون ولو ما نقدرو نصلو زياده، ما نقدرو نقراو قراءه قران زياده، مانا من دركا نبداو على بالكم الدار غوله والكوزينه هي اكبر غوله فيها، نبداو بشويه بشويه الفريز البنات الفريز. وماذا بينا
نبداو نديباراسيو اي حاجه عندنا ما نسحقوهاش في الدار يا اخي. هذه هي اهم مرحله واهم تحضير رمضان. اون با كي يقعدوا ايامات اللي كتبوا ربي نبداو على بالكم بليك هنا في السوق يبداو يجيبوا لنا في لي زيبيس جدد يرحوهم جدد تما كون بروفيت ونشرو التوابل اللي نستعملوهم. علاش نشرو التوابل؟ ماذا بينا الماكله تجي بنينه، عندنا رجال عندنا العائله نعطوهم ياكلوا الماكله ماذا بينا بنينه. والماكله باش تجي بنينه لازم يكون التابل جديد، ماشي كيما فلفل كاين فلفل كحل تقول لك يديري في التراب. الوغ كو فلفل كحل ونقول لكم لي زيبيس كيفاش تعرفوهم مليح تعطسوا. لازم كي تروحي تشمي لي بيس عتشم تعطسي. ومن بعد بيان سور نبداو نوجدوا الفريك ديالنا. هادو المشتريات يقعدوا دو بريفيرونس المشتريات نخلوهم عادي يعني كي قريب يدخل رمضان باش كلش يقعد فريشك، ماشي من دركا نبداو الشريان. والناس اللي عندها كيش نقولوا حنا ضعف، الله غالب يعني براتيكمون لي فام كامله عندهم ضعف، ماشي كامله يعني كاين فئه عندها ضعف المعن تيفيتي تخرج الاسواق هالليامات. كاين باسكو كاين اللي عندها تحب الماكياج، كاينه اللي تحب اللباس، كاينه اللي تحب لي شوسيغ، كاينه اللي تحب السيكر، كل وحده كيفاش. لكن الاغلبيه تاع المزوجين اللي عندهم دراري يحبوا كوزينتهم فيها حاجه بطبع. دوك اللي قادره نقولها اشري بصحتك وعندها الوسع وين تحط، واللي ماشي قادره ليفيت الاسواق هالليامات. يعني هذه نصيحه من القلب وان شاء الله تلحق للقلب يا اخي. وهنا حبيت يعني نفتح قوس، وهذا القوس مهم جدا يعني المتتبعي تاع هذه القناه. شوفوا يا البنات، انا مثلا دركا جيت نوري لك كيما لا ديرنيير فوا هذيك العصاره تاع القهوه الكتريك، لا كافيتير الكتريك هذيك ابغى انا وريتها يا البنات، بيسك عندي فئه كبيره ضل تسقسيني قولي لنا كيفاش تتمشى، اسكو مليحه، من انا شيت وحده ما عرفتش نمشيها حبيت نشري نصحيني سكي في ساعه على ساعه يكونوا هذا النوع من الفيديوهات. لكن يا البنات فهموا مقصودي، يكونوا هذا الفيديو للناس المهتمه. على بالكم بلي هذه القناه فيها متتبعين الله يبارك ما شاء الله، راهم زوج قنوات تاعي فايتين 2 مليون دابوني يا اخي. هكذا كاين بزاف ناس انت بتتخ ما تهمكش هذه الماشينه، انت عندك تلقمي القهوه ديالك هاكي لاباس بك صافيك، هاد الفيديو ما تهمكش انت. لكن كاينه واحده اخرى تحب القهوه ديالها بخاس، عندها راجلها كيما انايا ماذا بها ما يدخلش القهاوي، حبت تكسبها في الدار باش يعود قهوته يشربها في دارو مثلا، ولا هي حكمت لها القهوه تحبها معصوره دوزي بالرغوه. سكي في هذا الفيديو موجه للناس اللي راهي انتريسي لهذا السوجي، ماشي انت تكوني الله غالب ما تقدريش ومن بعد تشوفي الفيديو ويضيق بك خاطرك وتبداي تقولي انا ما نقدرش. باسكو ساعات نلقى تعليقات نحس مالغري تكون قاسيه هذوك التعليقات، لكن نحس بليك مسكينه تلما البو با سبيرميتر تشري تكون هكاك يعني دور في الهضره ديالها. يا حليل والله العظيم غير ننفع، يعني ننفع قلت لك ايه ان شاء الله ننفعكم غير نحس. لكن هذه قناه يا البنات، هذه قناه لازم تكون متنوعه، لازم يكون فيها من كلش. انا نوري لك مثلا هذا الطاس، انت دوك ما تقدريش تشري طاس ما تشريش ما تبعينيش، شوفي انت واش تقدري وفريمون لازم تغيسي مليح قبل ما تروحي تشري. مثلا انا النهار اللي وريت لي كاسرول بون سو لا دوموند ديالكم، مثلا انا اي وحده يتبع فيا وعندها الكاسرونات تاع الالومنيوم ولي تروحي تشري طبسي ديري مجهودك بالكاسرونه وديري معنك كامله اينوكس. وهضرنا على الاينوكس مليح وكيفاش نشرو الاينوكس، والله يبارك ما شاء الله السوق معمر، الانترنت معمر، يعني خيري واختاري منين تشري. المهم ديري حاجه صحيه في البيت ديالك، الالومنيوم ماذا بينا نحوه من الكوزينه ديالنا. اما هاد الحاجات اللي نقدروا نقولوا عليهم ماهمش مهمين فريمون، انت امشي على قيسك يا اخي، على قيسك، وكل واحد يدير الحاجه اللي تخرج عليه. يعني بكل راني نهضر معاكم من لو فون لو فون اعماق الاعماق تاع القلب ديالي يا اخي، ما نحب حتى وحده فيكم ضيق خاطرها رزق الشباب عند الباب وان شاء الله الصحه ولهنا برك. اما والله صدقوني كلش فستي، كل حاجه تتشرب دراهم مقدور عليها وربي هو الرزاق، اطلبوا الصحه برك ولهنا. هذه يا حبيبات قلبي، ونقول لكم الى فيديو واحد اخر، تهلاو لي برك في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.